الاماكن الخراب اللي عم نلعب فيها هي مثل ما بقولوا ذكريات، كان انه دائما نحن موجودين بهي الحواري اللي نحن فيها ذكريات. فنحن لما بنرجع لحتى نكون بهي المنطقه هي بس لحتى نستعيد ذكرياتنا، ذكريات طفوله بس مو اكثر. ان شاء الله خير، وبنتامل خير لهالفريق اللي عم بيتعب دائما لحتى يكون الافضل ويكون متطور وملاحق باقي المحافظات الثانيه واللي الامان موجود فيه.